افتتح محافظ الإسماعيلية شريف بشهر معرض أهل رمضان بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث، وهذا يشتمل المعرض على كافة السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وبجودة عالية. يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض. أول مرة على مستوى الجمهورية والإسماعيلية طبعا تعمل معرض أهل رمضان قبليه بشهرين، يعني المعرض ده هيستمر 3 أشهر. المعرض ده موجود في المحافظة نفسها في المدينة وله فروع في كل بره في الضواحي. عندنا رز وعندنا خضار وعندنا زيت وكل حاجة موجودة الحمد لله.